سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع نهجه وهداه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له من أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب النار، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع رأسه أو على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. في هذه المناسبة العظيمة مع انتصار للجزائر، وما نحن عن البارحة بغافلين لما عادت تلك الرفات الطاهرة الزكية، وأنا بذاك الحوار الذي جرى بين أحد الشهداء وبين الجندي المرافق، فعند وصولهم إلى المطار يقول هذا الشهيد: ما هذه الأجواء؟ ما هذا البلد؟ وكأنه عطر الجزائر أعتقد. ما هذه الألوان في راياتها؟ علم الجزائر عاليا في كلية، قسما قصيد هز كل جوارحي. أنت استمعت إلى نشيد المعتمد: من هؤلاء القوم؟ هم أحفادكم. طبعا فهذا الشك من ذاك الأسد. ما هذه؟ هل هذه أرض الحبيبة؟ هل هذه أرض الحبيبة؟ سيدي أهلا بعودتكم، فقد طال الأمد. إني خرجت من الجزائر مرغما متحصرا مذ فارق الرأس الجسد، متغربا قرنا ونصفا مكرها، من غير قبر في التراب وملتحد. قد عدت والعشق القديم يبلغني، قد عدت والعشق القديم يلفني، والشوق للأرض الحبيبة لا يحد. ها قد رجعت إلى ترابك عاشقا، فاحضن حبيبتك الجزائر للأبد. وإذ نرحب بهؤلاء